سعر الأرجل لما باجي أبيعه بالنسبة ليا مخصص، بالنسبة للي بيشتري غالي تكلفته كرش أسباخ كجاز كمكن كآلات شغالة اللي مش مغطي، وتيجي شوية مرض مثلا وشوية تغير جو جه للحاجة ولا للنباتة، الصدى مثلا أو زي نفحة جت له، تلاقي الإنتاج مع التكلفة في بوظان وفي خراب زيادة عن اللازم، فتضطر ان انت سنة في التانية بتفلس من الفلاحة. فدب الغلة السنة اللي فاتت بألف ونص، ثاني مثلا لو اتسعر بألفين تضيف صفيحة الجاز عدد بمئتين وسبعين، يعني وصلت التلتمية جنيه. علبة الرش اللي كنا بنجيبها بمية بمية وخمسين النهاردة بمئتين وبتلتمية. الجرار اللي شغال اضعاف من كل اتجاه، مضيف على تخديرها واضيف على الكيماوي والرش، واحد بدر واحد زجا، والكلام ده كله مش بغلي من مزاجي. فدان الغلة بيحتاج من 50 ل 60 كيلو قمح عشان يتزرع، 25 كيلو كانوا بيزرعوا نص فدان كانت تكلفتهم السنه اللي فاتت تقريبا 300 او 400 جنيه، السنه دي التكلفه وصلت ل 800 جنيه والاكثر من كده كمان، المزارع بيعاني لما بيجي يبيع اردب معليش معاه 20 او 30%، وتكلفه التقاوي عليت وصلت ل 200%، زائد كمان في امراض كتير قوي بتواجه محصول القمح عندنا هنا في مصر، بتتكلف جامد جدا، الصدى الاصفر، الصدى البرتقالي، الصدى البني، في افات كتير جدا برضه بتواجه محصول القمح، واهمها حشره المن، 25 او 30% من المحصول بيضيع لو الحشره دي صابت القمح، بجانب كمان امراض الفطريه زي مرض الصدى او مرض البياض الدقيقي، ممكن تفقد لنسبه تصل الى 40 او 50% من انتاجيه القمح، سماد الازوتي شكاره النهارده بتعدي ال 1000 جنيه بعد ما كانت ب 300 و 400 جنيه، فهو مش هيلاقيها ولا من التقاوي ولا من السماد، الالات طبعا شغاله بالجاز، وايدي عامله طبعا بتيجي عشان تحصد القمح، فالايدي العامله طبعا بتحتاج فلوس، التكلفه بتزيد من بدايه الزرعه الى نهايتها، فبالتالي صعب على الفلاح جدا انه يوصل لانتاجيه كافيه ليه والى سعر يرضيه في النهايه مقابله للتكلفه اللي هو كلفها على الزرعه بتاعته. سنه 2023 سعر الارداب كان بيتراوح ما بين 1300 ل 1500 تقريبا، السنه دي المتوقع 2000 ل 2200، زيادة بالنسبة للمستهلك مش قليلة، ولكن بالنسبة للمزارع زيادة غير مرضية، إن التكلفة عنده زادت 3 أضعاف، ففي كتير جدا فلاحين بيتجهوا إن هم يزرعوا أغلب أرضهم زراعات تانية زي البرسيم أو الفول، البرسيم هيوصل معاه من 6 ل 8 حشات، بيأكل المواشي بتاعته وبيبيع الباقي، ده مش حل ولا للفلاح ولا لاقتصاد الدولة عموما، البرسيم بيحتاج كمية كبيرة جدا من المية، ده بيعود على الدولة بضرر، عكس القمح مش بيحب المية كتير، المية كتير بتضره جدا، بتسبب امراض كتير فطريه، نموه بيقف بعض الاوقات، مرحله التفريغ بتبقى صفر، مفيش انتاجيه، الفلاح بيشوف مصلحته فين، ولكن في المجمل هي بتضر المصلحه العامه، فبيعود علينا عموما بالضرر في نقص المياه.